ابو ثنيان. ابو ثنيان يقول عام 2010 كنت جالس قدام التلفزيون، الحين انا ما الوم الرجل اللي يجيهم واحد شاعر ويعطيه قصيده وتحمس ويعطيه هديه، ما الومه مره. عقب صار علي سالفه، جالس ذاك اليوم قدام احد القنوات قال له والله ذيك القصيده معروفه القناه ذي بالشيلات، قال له قصيده عن الجيب وانا مو تريهليكس. يوم سمعت القصيده حبيت الجيب، قلت هذه طلعوها لي، انتهت ما اخذتها غير 4 دقائق وخلصت. قلت دوروها لي بسمعها وطلعونها لي من اليوتيوب واروح احطها في الهليكس لما تصلح. هاي قصيده في جيب والموتر هليكس. الكلام هذا حاصل علي انا، بسمعكم اياها واكمل السالفه. مطلع القصيده يقول ما شريت الجيب بقعد في المدينه ناوي المنهاج بفجوج الصحاري موتر الاجل اللوازم مشترينه واللوازم عند حزت الطواري قال وانا سائل من جده لينا المطر طاح وتملنا الخباري قال وانا سائل من جده لينا المطر طاح وتملنا الخباري هل وابل الوسم في وقته وحينه كل وادي صار معها السيل جاري والزبيد عقب مد شايفينه طالع فوق الثرى كبر الغواري لا تمشى والزبيد جايبينه من فياض ما وطاه الا الحباري وما شريت الجيب بجلس في المدينه ناوي المنهاج بفجوج الصحاري. سلامتكم. صح قلت الموتر هذا لازم اشريه. وش شاعر هذه؟ حنا في 2010 بعدها بفتره يجيك العلم رحت بعت هليكسي ب 72 وشريت لي جيب ما شاء الله. ايه وصار معي جيب سنه وصارت خيره. وش يقول الشاعر هنا؟ يقول كانت ابغى موتر يعجبك زينه اشترى الفكسار ولا اشترى سفاري من شرى الطيب يبي يضحك جبينه ومن شرى الخايب يبي يشوف العزاري من شرى الطيب يبي يضحك جبينه ومن شرى الخايب يبي يشوف العزاري. اخذ معي سنه وبعته ما طاح ولا ريال من كلام القصيدة هذه. هذه الإبداع أسهلي سووا معه مقابلة عاد بعدها بفترة لقيت معه مقابلة في التلفزيون طرها عاد يوم تقولون هذا القصيدة والله يوفقنا وإياكم.